تيك توك وفيسبوك وإكس. هل يمكنكم أن تتصوروا دفع مقابل مالي لاستخدام هذه التطبيقات؟ حسناً، قريباً قد يكون عليكم فعل ذلك، فليقبلوا على نماذج الدفع لمنصة وسائل التواصل الاجتماعي في تزايد. تقدم شركة إكس وميتا خدمة تحقق مدفوعة الأجر لمنشئي المحتوى. منذ نوفمبر بدأت شركة ميتا في أوروبا بتقديم خدمة اشتراك شهرية مقابل نسخ خالية من الإعلانات لإنستغرام وفيسبوك، كما تخطط تيك توك لذلك أيضا، فيما يوفر سناب شات خدمة مدفوعة مقابل وظائف إضافية. بالنسبة لموقع يوتيوب، من المؤكد أنكم لاحظتم كثرة الإعلانات المزعجة حول نسخة يوتيوب بريميوم الخالية من الإعلانات. هناك إذن اتجاه واضح، شركات وسائل التواصل الاجتماعي ترغب في الوصول إلى جيوبنا، ولكن ألا ندفع ثمن ذلك بالفعل مقابل استخدامهم لبياناتنا؟ تجميع البيانات. عندما تكون الخدمة مجانية فأنتم تكونون المنتج. يعتمد نموذج الأعمال الشائع في وسائل التواصل الاجتماعي على جمع بيانات المستخدمين. كمقابل لخدماتهم يقومون بجمع معلوماتكم الشخصية وغمركم بإعلانات تهمكم. ولكن يمكن أن ينتهي هذا قريباً على مستوى العالم، فقانون الاتحاد الأوروبي الصارم الخاص بحماية البيانات هو الذي دفع ميتا إلى إطلاق خدمة الاشتراك في أوروبا، وقد تتبع خطوتها هذه منصات أخرى ومناطق أخرى في العالم. إن لم تعد المنصة قادرة على الربح اعتماداً على بياناتكم، فسيدقون أبوابكم مباشرة إن صح التعبير، وذلك بإقناعكم بالدفع مقابل إصدارات خالية من الإعلانات أو خدمات التحقق. حسناً، طالما لم يفرض الأمر علينا فليس هناك مشكلة، أليس كذلك؟ التحكم في المستخدم. المستخدمون الذين يدفعون يحصلون على صفقة أفضل. الخوارزميات تكافئ المحتوى المدفوع مثل العلامة الزرقاء على منصتي إكس وميتا، إذ تظهر مشاركات أصحاب الحسابات المدفوعة في الأعلى وتصبح المتابعة أكثر. هذا الأمر يعد مشكلة، لأنه يمكن أن يدفع بتعزيز محتوى معين وينشئ اختلالاً في التوازن عند عرض مشاركات الأشخاص الذين يمتلكون المال بشكل متكرر. ولكن هل لدينا خيار؟ تقوم شركة وسائل التواصل الاجتماعي بكل ما في وسعها لإقناعنا بالدفع. حالياً أصبح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مجاني أكثر صعوبة. فعلى يوتيوب مثلاً يعرض عليكم ما يصل إلى 3 إعلانات لا يمكن تخطيها قبل عرض الفيديو الفعلي، وعلى إنستغرام يتم عرض إعلان على كل 3 منشور أو ستوري، وعلى منصة إكس لا تحصل منشوراتكم على تفاعل يذكر. وهذا ليس من قبيل الصدفة، بل بهدف جعل تجربة المستخدمين غير مريحة. ولكن ببضع نقرات ويوروهات فقط يمكنكم تجنب الأمر بالكامل. إن لم تكن ترغب في الدفع عزيزي المشاهد، فيمكنك ببساطة تجنب استخدام التطبيق. ولكن هل هذا واقعي؟ لا يمكن للكثيرين منا الاستغناء عن شبكات التواصل مثل تيك توك وإنستغرام أو إكس، فنحن نستخدمها لمعرفة الأخبار والترفيه والتواصل. بالتأكيد الاستغناء تماماً عنها قد يكون أمراً صعباً للكثيرين،